موسم الثالث عبقرة الأصحاب ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. فريق النيل 65، فريق فايترز 55. ودلوقتي مع آخر فقرة، واللي هتحدد مين هيبقى أول المجموعة الثالثة ومين تاني المجموعة الثالثة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق، وأول سؤال كامل مرزوق. تفضل يا أستاذ كامل. هنشوف كامل وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة. شكراً. فنون. سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ عشرين. فنون، والسؤال هو: من هي الفنانة التي قامت بدور نعيمة في فيلم المحفظة معايا؟ تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد عبد العزيز، بطولة عادل إمام، سمير صبري، عمر الحريري، وإبراهيم عبد الرازق. ثانية. ساهر، إجابتك. معالي زايد. معالي زايد ما كانتش في الفيلم. ساهر، إجابة خاطئة. في إجابة؟ نورة. نورة، برافو عليك، إجابة صحيحة، هي فعلا نورة. النتيجة اتغيرت وفريق فايترز تقدموا، 75 فايترز، 65 النيل. السؤال الثاني إسلام جابر. فضل يا إسلام. وهنشوف إسلام وموضوع السؤال إيه. فنون، محدش أحسن من حد. السؤال بعشرين نقطة ولا بتاتي؟ عشرين إن شاء الله. فنون، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور العفريت مطمئنة فندي في فيلم خلي الدماغ صاحي، فمن هو؟ سامي العدل. سامي العدل، ده انت بفكر فيه اسمه، ده إجابة صحيحة، بطولة مصطفى شعبان، داليا مصطفى، وخالد صالح، وإنعام سلوسة. النتيجة اتغيرت، فايترز 95، النيل 65. شيماء، تفضلي يا شيماء. هنشوف شيماء والسؤال الثالث وموضوع السؤال ايه. معلومات عامة. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. دوس على البازل. سؤال بتلاتين نقطة. طبعا لو السؤال ده ما تجاوبش، المباراة اتحسمت وفريق فايترز أول المجموعة الثالثة. لو السؤال اتجاوب 65 و30 كام؟ 95. اتعادلتوا. معلومات عامة، والسؤال هو: طبيب ومترجم هو أول من تولى رئاسة بيت الحكمة في العصر العباسي، فمن هو؟ ولا في البداية هارون الرشيد لترجمة الكتب الطبية القديمة. ابن مأمون. صبح، إجابة خاطئة. ولما أسس المأمون بيت الحكمة ولا رئاستها عام 215 هجريا، 830 ميلاديا. فايترز، في إجابة؟ تخمينه. ابن سينا. ابن سينا طبعا، إجابة خاطئة. يوحنا ابن مساوية. هارد لك لفريق النيل وفريق فايترز، ألف مبروك صدارة المجموعة الثالثة. يحيى، تفضل يا يحيى. السؤال الرابع والأخير، يحيى الغرباوي. طبعا ده غير لو فريق فايترز قرر ان هو ياخد الريسك وياخد الجوكر في السؤال الأخير. أكيد لا. مش هتاخدوا الريسك. أكيد لا. أكيد لا. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 294
على 6 في 7 زائد 144 يساوي كام؟ 294 على 6 في 7 زائد 144 يساوي كام؟ ثانيتين ما فيش إجابة. فريق النيل في إجابة ولا فيش إجابة؟ في إجابتك دوسي على البازر. ابتسام إجابتك 445 إجابة خاطئة. هي 400 فعلا ولكن 487. نهاية المباراة، فريق النيل في المركز الثاني وفريق فايترز في المركز الأول. عبد العزيز صبري نفس سكور الماتش اللي فات 50 نقطة، أفضل لاعب في المباراة. نحيي كلنا. ترتيب المجموعة الثالثة بعد ماتش النهاردة، في الصدارة فايترز العلامة الكاملة 9 نقاط 385 نقطة إجابات صحيحة. فريق النيل في المركز الثاني 6 نقاط 365 نقطة إجابات صحيحة. سفراء في المركز الثالث مفيش نقاط 230 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق 3 سبعات مفيش نقاط 130 نقطة إجابات صحيحة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 160 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 240 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,705,000 ألف جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. فريق فايترز وفريق النيل أشوفكم بإذن الله في دور الثمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.